السلام عليكم. بهذا المقطع يا شباب راح اعلمكم شلون تفتحون الدنجن الجديد باسرع وقت ممكن. اول شيء تختارون شخصية البطل وتجون لهذا البرج او اي برج جيو، مجرد تغيرون عنصر البطل ويصير عنصره الجيو. بعدها تروحون للمكان مات الدنجن. طبعا يا شباب من تجون لهاي المكان تشوفون هنا ذني الاحجار، تجون تخلون مالة البطل تخلونها هنا تقريبا، وتجون تخلون واحدة ثانية هنا تقريبا يا شباب. وتروحون يا شباب على هذا الجبل اللي قدامكم واللي هو يصير عليه نفس الهواء، اعتقد مميز وكلكم اندليتوا. تجون يا شباب بكل بساطة تخلون اي الحركة مالت البطل هنا، تشوفون راح ينتقل المدى مالت الجيو، والدور بعدها ينتقل المالة للحركة ذيك، والدور للحركة ذيك، والدور يوصل للباب المفروض انكسره. اوكي هسه حاليا انكسرنا الباب ونقدر نروح للدومين. وهذا بكل بساطة حرفيا، ما ادري قد المقطع ممكن يكون دقيقة. تجون يا شباب تدخلون من هنا وبعدها تشوفون هذه الدومين قدامكم وتجون تفتحونها بكل بساطة. اعتقد المقطع حتى ما طول دقيقة او دقيقتين. فيابا يا شباب من هنا بكون وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى يعجبكم المقطع، لا تنسونا من لايك واشتراك بالقناة، وايضا حساباتي على الانستغرام ورابط سيرفر بالديسكورد جوا بالوصف. ويه مع السلامة.